الآن المتسابقة فاطمة جالو من سيراليون وتقرأ برواية حفص عن عاصم. الجزء الأخير مثلا جزء صحيح. السؤال الرابع، اقرأي من قول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فإن تولوا فقل وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل. حسبك. السؤال التالي. اقرأي من قول الله تبارك وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله لا يخفون علينا. إن الذين يجادلون في آيات الله لا يخفون. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ومن آياته لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. حسبك بارك الله فيك.